بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نلتقي في الفيديو الثاني الخاص بالمتتاليات العددية. في هذا الفيديو بإذن الله راح نتعرف على طرق توليد متتالية. أولا، توليد متتالية عددية بالحد العام. إذا كان الحد العام لمتتالية عددية معطى بدلالة آن، فإنها معرفة تماما، ولحساب حد أن صفر من الحدود يكفي تعويض أن بالقيمة أن صفر. مثال عندنا المتتالية U، المتتالية U المعرفة على أن، حيث مثلا U أن يساوي ناقص أن مربع زائد 3. هذه المتتالية هي معرفة بحدها العام، وكما يمكننا حساب أي حد من حدودها كما شفنا في الأمثلة السابقة في الفيديوهات السابقة. يعني أعزائي الطلبة، كذلك يمكن التعبير عن الحد العام لهذه المتتالية اللي هي أمامنا باستعمال دالة F، باستعمال دالة F أو دالة مرفقة. قلنا دالة مرفقة، باستعمال دالة مرفقة F، ونكتب أي U أن تساوي F لأن، حيث F لإكس، F لإكس تساوي ناقص X مربع زائد 3. هذه نسميها الدالة المرفقة للمتتالية U أن اللي هي أمام. نشوفوا ثاني مثال آخر. مثلا لدينا المتتالية UN تساوي 2 أس أن زائد 1 على 5. إذن هذه كذلك متتالية معرفة بحدها العام كما تلاحظون، ويمكننا حساب أي حد من حدودها. مثلا نقول لك U صفر يساوي 2 أس الصفر زائد 1 على 5، يعني 2 أس صفر والواحد 1 زائد 1 2 على 5. نقول لك مثلا واحد U واحد تساوي 2 أس 1 زائد 1 على 5، أي تساوي 3 على 5. تقول لي لهنا شو؟ مثلا نقول لك U 2 تساوي 2 أس 2 زائد 1 على 5، يعني تساوي أي 5 على 5 وتساوي 1. نشوفوا مثال آخر كذلك. مثال عندي U أن تساوي أي ناقص 1 أس أن على أن. هل هنا يمكننا حساب U صفر في هذه الحالة؟ لو درنا ناقص 1 أس الصفر على الصفر، وهذا ممنوع في الرياضيات. إذن الحد الأول ليس U صفر بل U واحد هو الحد الأول. وهنا هذه معرفة بحدها العام، إذن ناقص 1 أس الواحد على 1 يساوي ناقص الواحد. ممكن كذلك حساب U 2 تساوي ناقص 1 أس الاثنان على الواحد، ومنه يساوي ناقص 1 أس 2 أي 1 على 1 تعطينا 1. U 3 تعطينا كذلك أي ناقص 1 أس 3 على الواحد تعطينا لهنا أس 2 ناقص أس عدد الأس عدد فردي، يعني النتيجة تكون موجبة الأس عدد عدد زوجي هنا وعدد فردي هنا، النتيجة تكون هنا سالبة، إذن ناقص 1. ثانيا، توليد متتالية عددية بعلاقة تراجعية.
لتكون دالة عددية F معرفة على مجال D، وحيث من أجل X المتغير X ينتمي إلى هذا المجال D، فإن F لX تنتمي إلى هذا المجال D. أي المتتالية U المعرفة بحدها الأول والعلاقة حدها الأول UN صفر والعلاقة UN زائد واحد تساوي F لUN تسمى بماذا؟ متتالية تراجعية. يعني كيفاش نقولوا، تسمح هذه العلاقة تسمح لنا بحساب UN زائد الواحد، تسمح لنا بحساب UN زائد واحد إذا علم، إذا علم UN من أجل أن أكبر أو يساوي أن صفر. أما الدالة العددية اللي ذكرناها في البداية F تسمى الدالة العددية، F تسمى بماذا؟ بالدالة المرفقة، الدالة المرفقة بالمتتالية بالمتتالية U هكذا. لنرى الآن مثال، نعتبر المتتالية UN المعرفة بالعلاقة التراجعية. لاحظ أعطونا الحد الأول والعلاقة التراجعية، أعطونا U0 يساوي ناقص 1 و UN زائد 1 يساوي 2 UN زائد 5. المطلوب منا حساب U1 U2 و U3. انتبه كيف نحسب، نبدأ ب U1 تساوي لاحظ U1 نبدأ ب تساوي دائما 2 في الحد اللي يسبقها، في الحد اللي يسبقها. يعني إذا جينا هنا ودرنا صفر صفر، إذن هنا واش نديرو U صفر، يعني تصبح لنا U1 تساوي 2 U0 زائد 5 كما تلاحظ. إذن تساوي ماذا؟ 2 U0 زائد 5، أي تساوي الاثنان في، لأن U0 تساوي الحد الأول هو ناقص 1، ناقص 1 زائد الخمسة ومنه تساوي 3. U2 تساوي ماذا؟ لاحظ أي الحد اللي قبلها، الحد اللي قبلها يعني U1، يعني 2 في U1 زائد 5. يعني لاحظ لو درنا هنا 1 هنا 1، لاحظ 1 زائد 1 يعني U2 تساوي 2 في U1 زائد 5. إذن تساوي 2 في U1 زائد 5. دائما في العلاقة التراجعية كي نحسبوا حد من الحدود دائما نضربوا في الحد اللي قبله زائد 5، أي تساوي ماذا؟ تساوي 2 في U1 اللي هي 3 زائد 5، أي 6 زائد 5 تعطينا 11. U3 تساوي 2 في U2 زائد 5، أي تساوي الاثنان في 11 زائد 5، يعني 2 في 11 22 زائد 5 تعطينا 27. لا يعني أعزائي الطلبة، يمكن تعريف متتالية UN، وهذا بماذا؟ بإعطاء الحد الأول U0 وعلاقة تسمح بتعيين كل حد انطلاقا من الحد السابق له مباشرة كما درناه. تسمى مثل هذه العلاقة قلنا بعلاقة تراجعية، علاقة تراجعية. في المثال تاعنا هنا، إذا كانت يعني F هي الدالة المعرفة على R، إذا كانت F الدالة المعرفة على R، حيث F لx تساوي لاحظ 2x زائد 5، 2x زائد 5، يعني هذه إذا كانت هذه الدالة معرفة على R، إذن تكون المتتالية UN معرفة إذا علم U0 أي الحد الأول والعلاقة التراجعية التي قلنا تكتب على الشكل UN زائد 1 تساوي
اف لي يو ان، هذه راهي مكتوبه على الشكل هذه، والتي تعبر عن الحد، هاتي تعبر عن الحد اللي هو من الرتبه ان زائد واحد، الرتبه ان زائد واحد بدلاله الحد من الرتبه ان بدلاله، لاحظ مثلا يو ثلاثه تعبر عن الرتبه ان زائد واحد بدلالة الحد من الرتبة أن، وهكذا. نحاول الآن نحل هذا التمرين لتكون المتتالية، هذا راهو تمرين محلول موجود في الكتاب مدرسي السنة الثانية ثانوي، يعني احنا نحاول نفهم الحل بالتفصيل إن شاء الله. لتكون المتتالية المعرفة على أن أي مجموعة أعداد طبيعية كما يلي، أن تساوي ناقص 3 أن مربع زائد 1. كبر، دائما نعود نقول كبر الشاشة دي الفول سكرين باش تشوف بوضوح. أولا مطلوب منا حساب الحدود U0 U1 U2 U3 U20 و U134. ثانيا كتابة بدلالة N الحدود UN زائد 1 U2N و U3N زائد 2. قبل البدء في حل التمرين لكم هذه الملاحظة، المتتالية UN المعرفة على N مجموعة أعداد الطبيعية من الشكل UN يساوي FN، حيث F هي الدالة المرفقة بها، وحيث من أجل كل عدد حقيقي X يعني الدالة F، لاحظ المتتالية UN ناقص 3 N مربع زائد 1 الدالة المرفقة تكون من شكل F لX تساوي ناقص 3 X مربع زائد 1. الهدف من هذا التمرين قال لك هو التحكم في حساب حدود متتالية معرفة، تكون معرفة بهذا الشكل، وكذلك استخدام الدليل يعني الاستخدام الجيد. لنبدأ بالسؤال الأول وهي حساب الحدود. لدينا U0 يساوي لاحظ ناقص 3 في مكان الآن، وين كاين الآن؟ درت هنا 0 ندير 0، وهكذا درت واحد واحد وهكذا. إذا ناقص 3 في صفر مربع زائد الواحد ومنه يساوي الواحد. U واحد يساوي ناقص 3 في واحد مربع زائد الواحد تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 2. U اثنان تساوي ناقص 3 في الاثنان مربع زائد الواحد تساوي ماذا؟ أي تعطينا هنا 4 في ناقص 3 ناقص 12 وزائد الواحد يعني ناقص 11. زيد واش قالوا لنا ثاني؟ قالوا لنا U20، U20 تساوي أي ناقص 3 في العشرين مربع زائد الواحد تساوي 20 مربع يعني 400 في الثلاثة يعني 1200 وزائد يعني ناقص 1200 زائد الواحد تعطينا ناقص 1199، ناقص 1199. وعندنا U 134، انتبه U 134، U 134 تساوي ناقص 3 في 134 مربع زائد الواحد، صح. 134 مربع تعطيناش عن مدري شو الحاسبة، عطتنا 17956 في 3 في ناقص 3 تعطينا تعطينا 53 ناقص 53868 ونزيدوا على الواحد صافي تعطينا ناقص 53867. هكذا ننتقل إلى السؤال الثاني. ثانيا المطلوب منا كتابة بدلالة أن الحدود، نبدأ بـ أن زائد واحد، أن زائد الواحد يعني يساوي ثلاثة ناقص، يعني لاحظ هنا إذا كان في مكان الآن هنا درنا آن زائد واحد
الا هنا كذلك وين كاين الان داخلها نديرو ان زائد واحد هكذا. انتبه. اذا كيفاش نخدمو؟ خليها كبيبا صح تساوي ناقص ثلاثة ان مربع، يعني في مكان الان ندير ان زائد واحد مربع زائد الواحد، اي تساوي ناقص ثلاثة في، لاحظ راي على الشكل ان زائد واحد مربع ا زائد ب مربع، يعني تساوي ا مربع زائد اثنين ا ب زائد ب مربع، اي اثنين مربع زائد اثنين ان زائد الواحد زائد الواحد، ومنه تساوي ناقص ثلاثة نضربه ما بداخل القوس ان مربع زائد ناقص عفوا ناقص ستة ان ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص ثلاثة وزيد لهذا الواحد اي ناقص اثنان. هذه ان زائد واحد. روحوا مع ذرك مع اي لاثنان ان تساوي اي ناقص ثلاثة في مكان الان ندير اثنان ان مربع زائد الواحد. هيا واضح. إذن تساوي ناقص ثلاثة في اثنين ان مربع تولي لنا ربعة ان مربع هكذا زائد الواحد، ومنه تساوي ناقص ثلاثة في الربعة ان مربع تولي لنا ناقص اثنى عشر عفوا ناقص اثناش ان مربع زائد الواحد. لاحظ سهلة جدا جدا. زيد اللي بقات حاولوا ديروا بوز لا فيديو، وقفوا الفيديو حاولوا حسبوا وحدكم، حاولوا ادربوا معليش. اي ثلاثة ان زائد الاثنان يساوي ناقص ثلاثة في مكان الان ندير ثلاثة ان زائد الاثنان مربع زائد الواحد صح. اتولينا ناقص ثلاثة في هذه ثلاثة ان زائد اثنان مربع راه على شكل ا بلس ب مربع، يعني تساوي ا مربع زائد اثنين ا بي زائد ب مربع، اي ب ثلاثة ان مربع يعني تولي لنا تسعة ان مربع، اثنين ا بي يعني تولي لنا اثناش ان، يعني اثنين في اثنين في ثلاثة ان اثناش ان، واثنين مربع يعني ب مربع تولي لنا اربعة وزائد الواحد. نضرب الناقص ثلاثة ما بداخل القوس، ناقص ثلاثة في تسعة أن مربع يعني تولينا ناقص سبعة وعشرون أن مربع، ناقص ثلاثة في اثناش أن تولينا ناقص ستة وثلاثون أن، وناقص ثلاثة في أربعة تولينا ناقص اثناش وزايد الحداش يعني ناقص إحدى عشر. والآن نأتي نختم هذا الفيديو بهذا التمرين، يعني بسيط وسهل جدا جدا. قال لك احسب الحدود اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي اربعة بالنسبة الى كل من متتالية التالية، اعطونا حد الاول هو العلاقة التراجعية. اذا نعطيكم بالوحدة وما كان ربعة، نعطيكم بالوحدة احسبوها، وقفوا الفيديو احسبوها وانصحوا هيا بدوا احسبوا هذه هيا صح. اي اي واحد نبدأ باي واحد تساوي لاحظ اي صفر كما درنا قبيلات زائد ثلاثة، يعني اي صفر هي ناقص الاثنان زائد ثلاثة تساوي ماذا؟ واحد. لاحظ في خلال ثانية سهل جدا جدا. اي اثنان تساوي ماذا؟ تساوي اي واحد زائد ثلاثة وهكذا. يعني واش قلت لكم مقبلة في الدرس؟ قلت لكم انه يمكننا تعريف متتالية ان باعطاء الحد الاول وعلاقة تسمح لنا بتعيين كل حد انطلاقا من الحد السابق له مباشرة، وقلنا تسمى هذه العلاقة بعلاقة تراجعية. إذن اي واحد زائد ثلاثة اي تساوي اي واحد صعبناه واحد زائد الثلاثة تساوي اربعة، اي ثلاثة تساوي اي اثنان زائد الثلاثة اي تساوي اربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، اي ثلاثة تساوي اي اربعة تساوي اي ثلاثة زائد الثلاثة اي تساوي سبعة زائد الثلاثة تساوي العشرة.
هيا نعطيكم اللي تجي ومن بعدها دركم. ها هي اللي تجي ومن بعدها، ها يو صفر تساوي واحد، ويو ان زايد واحد تساوي ثلاثة، يو ان زايد واحد زايد اثنان. وقفوا الفيديو، جاوبوا في مسودة، وتعالوا نصحح معا. هيا يو واحد، يو واحد تساوي ثلاثة يو صفر زائد الاثنان. سهل جدا جدا، تساوي ثلاثة في الواحد زائد الاثنان أي يساوي خمسة. يو اثنان تساوي ثلاثة يو واحد زائد الاثنان أي تساوي ثلاثة في الخمسة زائد الاثنان. خمستاشر زائد اثنان أي سبعة عشر. يو ثلاثة تساوي ثلاثة يو اثنان زائد الاثنان أي تساوي ثلاثة في سبعتاش، عفوا في سبعتاش زائد الاثنان. ثلاثة في سبعتاش واحد وخمسين، زيدوا الاثنان ثلاثة وخمسين. يو أربعة تساوي ثلاثة يو ثلاثة زائد الاثنان أي تساوي ثلاثة في ثلاثة وخمسين زائد الاثنان تساوي ثلاثة في ثلاثة وخمسين مية وتسعة وخمسين، زيدوا الاثنان مية واحد وستين. ها هي 161. المتتالية التالية أعطونا يو صفر تساوي صفر، ويو أن زائد واحد يساوي يو أن مربع ناقص واحد، يعني يو واحد يساوي يو صفر مربع ناقص واحد. لاحظ سهل جدا جدا، يعني تساوي الصفر مربع ناقص الواحد، ومنه تساوي ناقص الواحد. لاحظ سهل جدا جدا. يو اثنان تساوي اي واحد مربع ناقص الواحد، ومنه يساوي ناقص الواحد مربع ناقص الواحد اي يساوي الصفر. اي ثلاثة يساوي اي اثنان مربع ناقص الواحد، ومنه يساوي اي صفر مربع ناقص الواحد يساوي ناقص الواحد. و اي اربعة يساوي اي ثلاثة مربع ناقص الواحد اي يساوي ناقص الواحد مربع ناقص الواحد يساوي الصفر. لاحظ ناقص واحد صفر، ناقص واحد صفر. ها زيد احسب، لو تزيد تحسب اي خمسة تصيبها ناقص واحد، اي ستة صفر، وهكذا. عندما يأتي الوقت ان شاء الله سنعرف ما هو نوع هذه المتتالية. تلاحظ من ناقص واحد تطلع للصفر، تهبط بعد تهبط الناقص واحد تطلع للصفر، تهبط الناقص واحد تطلع للصفر، تهبط الناقص واحد، يعني محصورة بين ناقص واحد والصفر. سنرى هذا لاحقا إن شاء الله. وأخيرا المتتالية الأخيرة في هذا التمرين وفي هذا الفيديو بإذن الله، إي صفر تساوي ثلاثة، وإي أن زائد واحد تساوي أن زائد واحد في إي أن. أيوة، وهنا كيف نديرو أستاذ؟ كان اللي بدأت تخلط له، ها سهلة جدا جدا. إذا درنا إي واحد مثلا، جينا نحسبو إي واحد، ها هي إي واحد تساوي، لاحظ تساوي يعني الحد اللي قبلها قلنا الصفر، يعني إذا درنا هنا صفر، دير هنا صفر، ودير هنا صفر، هذا مكان. يعني اي واحد تساوي صفر زائد واحد في اي صفر، حاجة سهلة، ما تحير ما والو، هاي ديك اسهل مما تصور. يعني تبع برك، هاي صفر زائد الواحد في ماذا؟ اي صفر اي تساوي واحد في اي صفر اللي هي ثلاثة، او ما طوانا تساوي ثلاثة. درنا اي اثنان تساوي ماذا؟ لاحظ ها درنا يو اثنان، يعني الحد اللي قبلها واحد واحد وواحد، تشوف صح، اي تساوي الواحد زائد الواحد في اي واحد، اي تساوي ماذا؟ الاثنان في اي واحد اي ثلاثة تساوي ستة. اي ثلاثة تساوي ماذا اللي قبلها؟ الاثنان زائد الواحد في اي اثنان، اي تساوي ماذا؟ تساوي الثلاثة، اثنين زائد واحد ثلاثة في ثلاثة تساوي عفوا لا في اي اثنان في ستة، في ستة تساوي ماذا؟ تساوي ثمانية عشر.
ولدينا أخيرا U4 تساوي أي 3 زائد الواحد في U3 أي تساوي 4 في 18 ومنه تعطينا 72. لاحظ سهل جدا جدا. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل للمتتاليات راح نشوف الفيديو الثالث راح نشوف بإذن الله تمثيل بياني لمتتالية عددية. إلى ذلك الحين أعزائي أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.